تقدم عدد من الجمعيات التعاونية للمحكمة الإدارية بالطعن بقرار لجنة المخالفات والعقوبات التابعة لوزارة الصحة والمتعلقة بإغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون رقم 30 لسنة 2016، والذي ينص على تراخيص الجمعيات التعاونية باسم صيدلاني كويتي. وقررت المحكمة عدم إغلاقها لحين صدور الحكم في بداية عام 2020. بعد إقرار قانون الصيدلة الجديد رقم 30 لسنة 2016، تمكن 7 صيادلة كويتيين من إدارة واستملاك الصيدليات التعاونية. أعطتنا فرص استثمارية، يعني الواحد يحب يتجه حق القطاع الخاص، يعني إذا عنده مهارات وعنده القدرة حق الإدارة، إدارة تكون إدارة فنية وإدارية، يعني يكون فني إداري بعد. حافظنا على مكتسبات المساهمين، وكنا أول صيدلية جمعية تعاونية مستثمرة من صيدلي كويتي تطبق نظام صندوق المساهمين. صندوق المساهمين مقابل كل مشترياتهم يحصلون على نقاط يقدرون يستخدمونها داخل الصيدلية. صدرت لجنة المخالفات قراراً بإغلاق الصيدليات التعاونية المخالفة في 15 من هذا الشهر، وقبل نهاية المدة تقدمت بعض الجمعيات التعاونية للمحكمة الإدارية للطعن بقرار الإجراءات، ومن بعدها أوقفت المحكمة القرار بالإغلاق وحددت جلسة في بداية عام 2020 للنظر بالدعوى. هذه محكمة إدارية تنظر فقط في الإجراءات وليس في القانون. القانون لا زال ساري، المخالفات لا زالت قائمة، ولكن هو الإجراء المتبع، أما الإجراء صحيح أو غير صحيح هذا اللي راح. طبعا المحكمة تنظر إلى هل الإجراء تم بالشكل القانوني بما يتوافق مع قوانين ولوائح الوزارية الخاصة في اللجنة نفسها، هي لجنة المخالفات الصيدلانية. وأكدت جمعية الصيدلة الكويتية من جهتها أن القانون الجديد لا يسلب حقوق المساهمين في الجمعيات التعاونية. لكن عندنا أكثر من 64 صيدلية مستثمرة من شركات ومن أفراد آخرين لا تعطي أي أرباح، وهذا المعلومة لازم يعرفها المساهم. هي كون أن يعني راح الصيدلية راح تطرح من أول جديد، فراح يتقدمون الصيادلة بدعم للجمعيات بعطاءات جديدة بقيمة إيجارية جديدة، فبالتالي يعني راح يوفر يعني مبالغ للمساهمين تدخل في الأرباح. هذا القانون، قانون الصيدلة الجديد، جاء ليحرر السوق الدوائي من هيمنة بعض الشركات عليه، وأزال العقبات أمام مزاولة الصيدلي الكويتي لمهنته بنفسه في القطاع الخاص. القانون الجديد سيوفر فرص عمل للأطباء الكويتيين وتشجيعهم على الانخراط في السوق الأهلي لتقديم خدمة متميزة للمساهمين وللجمهور. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.